هذا الفريق الكوري من ايه شفت اليوم تألمت لعدم يعني عدم تأهل منتخب العراق، والله صحيح. وحتى كوستاريكا يعني اكو واحد يروح يسوي لعبه ومنتخب يجي باول لعبه يعني ياكل سبعه هواي. راح اقول لك شغله واحده، مال كوستاريكا ترى احنا وكوستاريكا هسه ما تألمت جدا، متألم كوستاريكا بعت ترى الفلوس هسه، بس اكو يعني اكو حراك يعني اتحادي هسه ما علينا اترك الحراك. لا مو الفلوس هواي هسه، خلي تولي فلوس، احنا نحكي فن، نحكي كره قدم. شلون تولي غير نص مليون دولار؟ يا ما راحت ملايين. انت تقول هذا الفريق مترشح عن امريكا الشماليه. نعم. اللي هم امريكا كوستاريكا كوستاريكا وامريكا الشماليه والمكسيك. والمكسيك هم بعد هم بنما وهندوراس والسلفادور كلهم هذا، حتى كندا وياهم هم البحر الكاري، هم يسمونهم امريكا الشماليه. اي كونكاكاف امريكا الشماليه لان بيها بس ثلاث بلدان، كندا الولايات المتحده والمكسيك. والمكسيك فش يسوون؟ امريكا الشماليه والكونكاكاف اللي هم دول الكاريبي. حتى هاي تلعب وياهم عفي. كوستاريكا اجوا وين؟ لعبوا بهاي المجموعه ترشحوا. مو احنا منتخبنا يترشح هنا ممكن عادي جدا. اجينا قلنا محتاج المنتخب الوطني مباراه على مستوى، الحمد لله لعبنا مع المكسيك ولعبنا مع الاكوادور. الاكوادور ايضا خوش فريق. احد كان يصور احنا ندفع هاي الاموال حتى نجيب فريق يلعب ويانا وتالي ما لعب ويانا وسوينا الاقامه بالكويت ومعسكر بالكويت وراح؟ انا اقول لا، كان الاولى انه الفريق الكوستاريكي هو يعطينا فلوس ونلعب ويانا. بس ايش مدرينا غير فريق متاهل وراح للمونديال؟ لا مو كلمه ايش مدرينا مو حلوه ابو علي. لا 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 دخلنا حاجه. ايش مدرينا مو حلوه؟ اسمعني، مو كمتابعين كمتلقي ايش مدرينا مثلا توجه الى مثلا الاتحاد الكره صحيح او الى الى الوسيط الذي اتى بكوستاريكا؟ لا يعني لا 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 الوسيط يريد فلوسه. انت اتحاد قلت له جيب لي كوستاريكا، قال لك اجيب لك كوستاريكا. انت تعرف شيء عن كوستاريكا وتي تلعب وياهم مباراه وديه على مستوى؟ اي يعرف. لا وش تعرف؟ غالبهم اربعه بالمونديال، غالبهم المنتخب ثلاثه. لا ليش تدور عليهم؟ غالبهم ليش تدور عليهم وتعطيهم فلوس؟ مو شيء اهله الكاس.